أزول فلا وانا أزول فلا كنت في ذاوي ذي طفرنا تيفية عباس أسام جاز أساقي ذا السا أمزوارو نختشم أقلا غثغي وانتا غيغيل علي أغرفاز قرشي مشطوحان جو عمروش كشمث دي ذنا قيمتي ذنا عيوك نتزرم ثي قناثين أم كاركش من ورش مرة أخرى صباح الخير في اللون يرش عسلمة نوين المدرسة نوين صحيح الساقي يوم 21 سبتمبر 2022 سينطلق الموسم الدراسي ابتداء من هذا اليوم بعد عطلة طويلة ها نحن نعود إلى المدرسة نتمنى أن تكون هذه السنة سنة العمل سنة الجد والمثابرة لشو أخت وعد ما يراش إلى قد حرشم إلى قد حرشم أشو إلى أن تجد سكوساكي سلا اللغة الإنجليزية سنة ثالثة ومن بعد قبل إن شاء الله تلك سنة رابعة وبعد ذلك تلك سنة خامسة زولا تقششت صفا بس الزولة يقشي استحام غاس غاس الزول الخير صفا يا فرحة تلقيت حرش الزول في اللام صفا حرشة فرحة غاية الخير صفا فرحة غاية كركتشي الخير صفا فرحة إلى هاتان تلقى الحرش لا يبال مع الخير صفا فرحة هيا إكمال الخير إلي صفا الحمد لله أخيرا تحرشت صفا بيان يكوني صباح الخير الخير صفا هيا الخير هيا خوني بس بالخير الخير هيك خصناك الخير يقشي صفا يا يا هيا مزيان عساك الى يبارك اش هتفاقك شين الطبيب اكيد شفو ثساك يا 2022 ومزيان الطبيب ان شاء الله فرحة حيد اخيرا قشت ايكم لا شادفة تشيخت تاكي الخير صفا بيان عجبك الحال صحيت اخيرا ايوا كذا شفت لا فرملين الطبيب الطبيب اكيد لا يبارك السلام عليكم صباح الخير عليكم اقلا نقول دراش ناينين اللي كل جامروش ان شاء الله ظهرشن اسعد الناس بسلالي ان شاء الله نشكر الادارة وكل المدير الشيوخ الله يبارك فينا ثقامنا قوس الحالة اثنا سكش من تنا كل يقول ان شاء الله اسب بس ان شاء الله اثني نجح ربي يبقيت ان شاء الله السلام عليكم اقلا نقول دراش ان شاء الله نطلب ان شاء الله نتحمل مسو مزيان السلام عليكم زول في الاول كويس ان شاء الله ان شاء الله نقد الروقينا ان شاء الله الفرح والفرح اثني يسلم ربي ان شاء الله اثني من ربي بريد ان شاء الله اثني يوفق ربي ان شاء الله نمر مراد اسلم ولا حدا ولا ليس ولا في وين اخلا سجل بتوني جون بيد على شهر ان شاء الله هذا ما صار ان شاء الله اثني يوفق ربي وان شاء الله بس هذا الواحد لا في الاول ان شاء الله مرسى رزقي السلام عليكم السلام الشيخ الحلو السلام عليكم ورحمة الله نيكول جانبوش ريمال جانبوش
السلام عليكم نقول هذا الشيء ان شاء الله هذا يوفق الله ويرفعنا ثلاثه ان شاء الله. السلام عليكم. اجل في الاول السلام عليكم نقول هذا الشيء السلام جوارون الحضيرين ان شاء الله يوفق ربي ان شاء الله. السلام عليكم. اخر في الاول كاين لامين البروف دونجلي تيشير اوف انجلش اسكول ساكي تجدد لي زيلاف طوازيام اني كاين نسرى مدينة نوارا شري سي بتي فر لا لونغ كي تجدد في هاد هنا يونو ولي ما ولان واذا دي تبعنا كل باج كينا واذا يسنكويت بلي ثاني تقلقنا راه وحرصنا راه باش نسنا في سين نكوش في كل تنعرفنا لاش نخمم لا بريسيون هكا ثاني دي حاجه سهله لونغلي سيتي لونغ اكسل مليح باقي في هاد هنا وكينا ما ولان ان شاء الله هذه الرشاد اللي ندير سي بتي في البنيد انا اللي لا ووتر كينا ثانك يو مستر الحلو. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن في هذا اليوم المبارك وهو الدخول المدرسي هذا اليوم الذي قال عنه تبارك وتعالى خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقوله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. فاليوم هذا اليوم يوم عظيم حول افتتاحاته المدرسة والدخول المدرسي والحمد لله يا رب العالمين. شوف هذه المدرسة تاع جعم روش الحمد لله يا ربي القائمين على هذه المدرسة راهم موفرين كل الشروط تاع التمدرس تاع التلاميذ والحمد لله يا ربي. اليوم الأربعاء الدخول كان منتظم كانت الأمور الحمد لله إيجابية العائلات اللي جابوا الأطفال تاعهم وجابوا الأولاد تاعهم كان الحمد لله كان نظام في الدخول كان نظام كان الحمد لله ما شاء الله. وكذلك نشكر القائمين على هذه المدرسة من معلمين ومدراء ربي يبارك فيهم إن شاء الله حتى العمال تاع النظافة اللي رانا نشوفوا المدرسة راهي ما شاء الله ربي إن شاء الله ينورهم إن شاء الله وندعو الله تبارك وتعالى إن شاء الله يكون هذا الدخول دخول المدرسة إن شاء الله فيه الخير إن شاء الله وفيه البركة إن شاء الله. وكذلك نشكر المدير الشيخ مراد ربي يبارك فيه إن شاء الله وربي نوره إن شاء الله. وحتى أنتم كراكم توصلوا صوت الشعب هذا ربي إن شاء الله يجعل هذه رسالة إن شاء الله لكم إن شاء الله وربي يبارك في الجميع إن شاء الله وربي نور الجميع إن شاء الله. الله يجازيكم إن شاء الله وإن شاء الله دخول مدرسي مبارك إن شاء الله وربي يبارك فيكم إن شاء الله. الخير الشيخ. Good morning. Good morning. Yes. So, صباح الخير في الأول. صباح الخير في الأول. صباح الخير. هذا مليح على قول السلام. صباح الخير في الأول. فوالا هكا طيب يعني. دونك الكينيا لامين أشطوطة. الشيخ نون لونجلي. ترى الهضره هنا وتدي ناس لونجلي هكا تيسين هاد الدين نزور في نزور تقيت سي ادنيني صباح الخير هنا لونجلي هكا نزور ويني سهلنا ويني سهلنا بقيت هاد اللي نقولو هاد في السنه هالو دونك تسلم مليح ليسن اند ريبيت ليسن هاد السنه ريبيت الدعوة. هلاو. خمسة كلمات. هلاو.
Listen, listen, listen. My name is Lamine. Tura, tura, kun wi adni my name tqar ma Lamine. Akan khatir liom ni sa'i sel. Adni mi li wna kan gna adni tura adni ma kra klas adni kan my name excuse me. 1 2 3. My name. Tura yuni wi. My name aqra li dismi. My name. Good, very good. Salam to Wagi? Yes. You like Facebook? Yes. Salam to Wagi? Yes. Yes. Hello. My name? My name is Lisa Tobia. My name? My name is? معليش يا هلا ماي نيم از دهيا خالد فيري جود هلا ماي نيم مصباح ميلينا جود فيري ويل ماي هلا ماي نيم فرحت تري بيان جود هلا ماي نيم شبان Good. Hello, my name is Anzal Washington. Now. Great. Fine. Are you in the class? Listen. Quel est ton grand âge? Donc voilà, l'autre, on va essayer d'améliorer les supplétaires justement servent pour assister à la conférence de français pour rendre plus de technique et savoir comment enseigner. Inch'Allah, il y a un autre, c'est comme ça, merci à M. Tu as un tenu de revoir sur l'anglais? Oui, au revoir. Donc, d'abord, au revoir. Academy of Washington, good? Goodbye, that's my name. Hello, I'm the friend of my name. Listen, goodbye. Et une histoire racontée pour essayer
de comprendre la langue française. D'accord? On va commencer par écouter. D'accord? Là, je vais la chanter en cabine juste pour comprendre le sens. Mais nous devons l'apprendre en français. D'accord? Alors, on va la chanter en cabine. Maintenant, on va la chanter, on va essayer de la prendre en français, d'accord? Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Du haut de son grand chêne, il répond le hibou. Coucou, coucou, on entend le coucou. Coucou. Ça y est, bien sûr, on ne peut pas l'apprendre en une seule fois, d'accord? Tous les jours, on va consacrer 2-3 minutes pour l'apprendre. Ok, maintenant. La semaine, on a à l'école Jean Amouche, à Ségui, c'est le premier jour de la reprise des cours. On est dans la classe de la troisième année. Moi, je suis la maîtresse de la langue française, sachant que ces élèves, c'est leur première année aussi de la langue française. La classe de la troisième année, c'est offert de la part de la maîtresse de la langue arabe. La langue arabe, c'est parce que c'est en charge dès la première année, c'est leur première année avec moi. Généralement, la première année français, les enfants sont curieux. Inch'Allah, ce sera facile pour eux. زول الشيخ زول مساء الخير صباح الخير اوليك فوكتشو ماكي كواساكي موافق عادي دخول عادي جد عادي ان شاء الله نتمنى الموافقه للجميع العوده المجنونه لجميع التلاميذ درسنا اليوم الافتتاح نظافة المحيط والبيئة التي توحد بنا بالتنمية تنمية الفاش صح الشيخ مراد من هال ليكول جامروش مدير المدرسة جامروش كلمة حول هذا اليوم العظيم أولا بسم الله الرحمن الرحيم ثورة 19 فقرويش مس الحلو مرحبا يسونا لكل جوع مروش ساكي في الفاتية اللي أسنى وشاركش من ورش اللغة من ليكول دونك فيما يخص الدخول لا لونتري تعدى دون لي ريغل دولار تعدى في ظروف حسنة كل المستلزمات كل الشروط تو لي كونديسيون أنت متوفري نطالب قربي هذه عندي شكون ساكي ان شاء الله 2022-2023 هذه عندي خير شكون سني عدال قلت سورتو بلي ريزلتا فان داني باسكو ليكول جو عمروش سي ليستوار ليكول جو عمروش التاريخ ليكول جو عمروش تكويد النتائج كل شكون تسويد النتائج ماذا بينا نكمل او موا اكني لا كان انا نشوف تحت زياده دونك اللي كيتركد القسم السنه الخامسه ابتدائي رقم واحد الف الرشاقي ان شاء الله في نهايه السنه ميكسبر ان شاء الله ننتقل لكل المتوسطه ان شاء الله ان شاء الله نجحنا كويس اتم السؤال الدقي الدرس الافتتاحي تعليمات وزاره التربيه الوطنيه حول نظافه البيئه حتى يكون الدخول المدرسي
22 23 يكون دخول مدرسي نظيف. وانا ربي غير شنا في النظافه، نظافه المحيط، نظافه البيئه، باش ان شاء الله نقيم دائما ديز دغان غير وفق ربي ان شاء الله الى ما فيه الخير. كونوا يسالينا عند ثورتنا تاع عباس فخريس مس الحلو، اعطيكم الصحه كل ما تيجي لوكازيون، كل ما تيجي المناسبه تيلم توجور ذاك غورنا، اعطيكم الصحه في الفلقيش كي تخدم كي، اعطيكم الصحه ثانيه باش تسيوهم كل حاجه يقدروا نسيوهم الغشي، اعطيك الصحه بارك الله فيك ثاني ميرسي. صباح الخير عليكم، السلام عليكم. ساقي يوم الاول للدراسه، ان شاء الله انا نحرش نعدي المتوسطه. اقلي فرحه، اقلي فرحه. مدن اللي كل مدن انا كلو مدن فهم بكلو شيوخي وهذا ممكن. اسمك؟ ومعمر عثمان. ما خاف اللاوان ساكن ولد اللي يكون جا مرش فرحة ساكن مدن ولا ساكن مزور الدن ولا اللي يكون مدو في عندو كالي وتندو كالي الشيوخي المديري وفرحة. إن شاء الله نوضر سيام متوسطة، إن شاء الله ننجح، إن شاء الله عندنا وسيزيام رمي الله عليه. اسمين؟ أنا إس أوكو. صباح الخير اللاوان، كاين اسمي وناسيم، قليل فرحة مدن ولا القراية، فرحة مدو فيها كويتين دوكالي ولد الشيوخ، ثانيا إن شاء الله أسن عدي السويا. أشو تبغي تخمم على المستقبل؟ بغيت نتفرج جيولوجي. الله يبارك. باي باي. باي باي.